مناسكهم وقفلوا عن المسجد الحرام قصدوا المدينة الزائرين قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذ هي من أفضل المندوبات والمستحبات بل تقرب من درجة الواجبات فإنه صلى الله عليه وسلم حرب عليها وبالغ في النبي إليها فقال من وجد ساعة ولم يزرني فقد جفاني وقال عليه الصلاة والسلام من زار قبري وجبت له شفاعتي وقال عليه الصلاة والسلام من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي إلى غير ذلك من الأحاديث ثم رأيت أكثر الناس لما رأيت أكثر الناس غافلين عن آدابها ومستحباتها جاهلين بفروعها وجزئياتها أحببت أن أذكر فيها فصلا عقيب المناسك في هذا من هذا الكتاب أذكر فيها نبذا من الأحكام فأقول من الآداب فأقول ينبغي لمن قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الصلاة عليه فقد جاء في الحديث أنه يبلغه ويصل إليه فإذا عاين حيطان المدينة يصلي عليه ويقول اللهم هذا حرم نبي اجعله وقاية لي من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب ويغتسل قبل الدخول أو بعده إن أمكنه ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه فهو أقرب إلى التعظيم ويدخلها متواضعا عليه السكينة والوقار ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله ربي أدخلني مدخل صدق إلى آخر الآية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك ثم يدخل المسجد فيصلي عند منبره صلى الله عليه وسلم ركعتين يقف بحيث يكون عمود المنبر بحذاء منكبه الأيمن فهو موقفه صلى الله عليه وسلم وهو بين قبره ومنبره قال عليه الصلاة والسلام بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي ثم يسجد شكرا لله تعالى على ما وفقه ويدعو بما أحب ثم ينهض فيتوجه إلى قبره صلى الله عليه وسلم فيقف عند رأسه صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبلة يدنو منه قدر 3 أذرع أو 4 ولا يدنو منه أكثر من ذلك ولا يضع يده على جدار التربة فهو أهيب وأعظم للحروب ويقف كما يقف في الصلاة ويمثل صورته الكريمة البهية صلى الله عليه وسلم كأنه نائم في لحنه عالم به يسمع كلامه قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته وفي الخبر أنه وكل بقبره ملك يبلغه السلام من سلم عليه ويقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك يا شفيع الأمة السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا مزمل السلام عليك يا مدثر السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الذين أدخل الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وأوضحت الحجة وجاهدت في سبيل الله وقاتلت على دين الله حتى أتاك اليقين فصل الله على روحك وجسدك وقبرك صلاة دائمة إلى يوم الدين يا رسول الله نحن وفدك وزوار قبرك جئناك من بلاد شاسعة ونواح بعيدة قاصدين قضاء حقك ونظر إلى مآثرك والتيامن بزيارتك والاستشفاع بك إلى ربنا فإن الخطايا قد قصمت ظهورنا والأوزار قد أثقلت كواهلنا وأنت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة والمقام المحمود وقد قال تعالى ولو أن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن يميتنا على سنتك وأن يحشرنا في زمرتك وأن يريدنا حوضك وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا نادمين الشفاعة 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 يا رسول الله يقولها 3 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية ويبلغه سلام من أوصاه فيقول السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان يستشفع بك إلى ربك فاشفع له ولجميع المسلمين ثم يقف عند وجهه مستدبر القبلة ويصلي عليه ما شاء ويتحول قدر ذراع حتى يحاذي رأس الصديق رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا خليفة رسول الله
السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار، السلام عليك يا رفيقه في الأسفار، السلام عليك يا أمينه على الأسرار. جزاك الله عنا أفضل ما جزى إماما عن أمة نبيه، ولقد خلفته بأحسن خلف، وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك، وقاتلت أهل الردة والبدع، ومهدت الإسلام، ووصلت الأرحام، ولم تزل قائلا الحق ناصرا لأهلي حتى أتاك اليقين. فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم أمتنا على حبه، ولا تخيب سعينا في زيارته برحمتك يا كريم. ثم يتحول حتى يحاذي قبر عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك. حتى يحاذي قبر عمر، عمر غير منصرف للعدل والعلمية، فإنه معدول عن عامر، كما أن زفر معدول عن زافر، فزفر غير منصرف وعمر غير منصرف، وأحمد لا ينصرف، فقال إذا نكر صدر. ثم يتحول حتى يحاذي قبر عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا مظهر الإسلام، السلام عليك يا مكسر الأصنام، جزاك الله عنا أفضل الجزاء ورضى عنك استخلفك، فلقد نصرت الإسلام والمسلمين حيا وميتا، فكفلت الأيتام ووصلت الأرحام، وقوي بك الإسلام، وكنت للمسلمين إماما مرضيا وهاديا مهديا، جمعت شملهم وأغنيت فقيرهم وجبرت كسرهم. فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم يرجع قدر نصف ذراع فيقول: السلام عليكم عليكما يا ضجيعي رسول الله، السلام عليكما يا ضجيعي رسول الله ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين له على القيام في الدين، والقائمين بعده بمصالح المسلمين، جزاكم الله أحسن الجزاء. جئناكما نتوسل بكما إلى رسول الله ليشفع لنا، ويسأل ربنا أن يقبل سعينا ويحيينا على ملته ويميتنا عليها ويحشرنا في زمرته. ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين. ثم يقف عند رأسه صلى الله عليه وسلم كالأول ويقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية، وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك إليه. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلى آخر السورة، ويزيد في ذلك ما شاء وينقص ما شاء، ويدعو بما يحفظه من الدعاء ويوفق له إن شاء الله تعالى. ثم يأتي أسطوانة أبي لبابة التي ربط نفسه فيها حتى تاب الله عليه، وهي بين القبر والمنبر، ويصلي ركعتين ويتوب إلى الله تعالى ويدعو بما شاء. ثم يأتي الروضة وهي كالحوض المربع، وفيها يصلي أمام الموضع اليوم فيصلي فيها ما تيسر له، ويدعو ويكثر من التسبيح والثناء على الله تعالى والاستغفار. ثم يأتي المنبر فيضع يده على الرمانة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها إذا خطب، ليناله بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه ويسأل الله ما شاء، ويتعوذ برحمته من سخطه وغضبه. ثم يأتي الأسطوانة الحنانة، وهي التي فيها بقية الجذع الذي حنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين تركه وخطب على المنبر، فنزل صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فكن ويجتهد فسكن أو فسكن ويجتهد أن يحيى ليله مدة مقامه بقراءة القرآن وذكر الله تعالى والدعاء عند المنبر والقبر وبينهما سر وجهرة. ويستحب أن يخرج بعد زيارته صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فيأتي المشاهد والمزارات، خصوصا قبر سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، ويزور البقيع في البقيع قبة العباس، وفيها معه الحسن بن علي وزين العابدين وابنه محمد الباقر وابنه جعفر الصادق، وفيه أمير المؤمنين عثمان، وفيه إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعمته صفية، وكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
ويصلي في مسجد فاطمة رضي الله عنها بالبقيع، ويستحب أن يزور شهداء أحد يوم الخميس ويقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم قوم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص، ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت، كذا ورد عنه صلى عليه الصلاة والسلام. ويدعو: يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا مفرج كرب المكروبين، ويا مجيب دعوة المضطرين، صل على محمد وآله واكشف كربي وحزني كما كشفت على رسولك حزنه وكربه في هذا المقام. يا حنان يا منان يا كثير المعروف يا دائم الإحسان يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. في جميع الكتب الكتب الفقه هذا الباب موجود، باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم قد كتبوا هذا الباب بعد الحج، لأنه كما يقول المصنف أن الرسم جرى من قديم على هذا، أن الناس يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج. وكما تعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم هو مكرم ومحترم جدا، فلا بد وأن نكرم وأن نحترم ذاته صلى الله عليه وسلم حينما نزور قبره كذلك. فهمت أم لا؟ وأما ما نقل عن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه حافظ بن القيم رحمة الله عليه من أن النية لا بد وأن تكون لزيارة المسجد ولا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إن هذا تفرد ابن تيمية رحمه الله وتفرد تلميذه ابن القيم رحمه الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عن زيارة القبور أولا، وبعد ذا أجاز لهم وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر موتاكم. هذا بالنسبة إلى زيارة القبور الزيارة العامة. وكما طارق جان، طارق جان، وأما الحديث الذين استدل به لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، وقد ذكرت ذلك أمامك مرة، ولكن الآن وهي حصة من الدرس، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. فقالوا إن المستثنى منه هو عامة، وهو لا تشد الرحال لموضع ما أو لمكان ما إلا لثلاثة مساجد، معنى ذلك بنية الصواب لا تشد الرحال، وإلا فنحن نشد الرحال إلى ساكرامنتو يونيفرسيتي كل أسبوع مرتين، مفهوم؟ وكل واحد إنهم يذهبون إلى شغلهم أكثر من 50 ميلا فإنهم يشدون رحالهم ويذهبون، فلا تشد الرحال بنية الصواب، ولكن بنية الصواب صوابا مختصا بهذا المكان، وإلا فنحن نذهب إلى العلماء لننال الصواب ونزورهم، ونذهب إلى الأتقياء لنرى الصواب، ونذهب إلى المرضى لنرى الصواب ونزورهم، مفهوم؟ ولكن أما هذا فعلميا أن هذا المستثنى لا يصح، لأن المستثنى اللازم فيه أو الأولى فيه أن يكون أقرب إلى المستثنى لا أبعد من المستثنى، والمستثنى هو مسجد إلا ثلاث مساجد، فالمستثنى منه من قبيل المستثنى، مستثنى منه يكون من قبيل المستثنى. فالحديث معناه لا تشد الرحال لمسجد ما إلا لثلاثة مساجد، مسجد ما إلا لثلاثة مساجد، لأنه لا يفوق مسجد مسجدا إلا هذه الثلاثة، فإن كل المساجد صغيرا كان أو كبيرا، وأن المساجد لله فلا تبعد عن الله أحدا. فنحن لا نقول أن الصلاة
في مسجدنا هذا هو أقل من الصلاة في مسجد كبير في موضع كذا وكذا. الصلاة في هذا المسجد وفي ذاك المسجد سواء، ولكن الفضيلة هي للمساجد الثلاثة. وهناك حديث رواه أحمد رحمه الله وابن الحق وابن الحسن في المجمع كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للمتي أن تشد رحاله. المتي هو المركب، المتي هو المركب. لا ينبغي للمتي أن تشد رحاله لمسجد يبتغي فيها وجه الله إلا لثلاثة مساجد. فهذا الحديث هو كشرح هذا الحديث. فهمت؟ فهمت أم لا؟ فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو حامل للثواب. هو كما قلت لك نحن نزوره الأحياء وننال به الثواب، مفهوم؟ ونحن نزور القبور وننال به الثواب كذلك. فإنها تذكر موتاكم، تذكير الموتى هو الثواب، الفاتحة هو الثواب. إن علي رضي الله تعالى عنه قال: من زار القبور وقرأ الفاتحة مرة وسورة الإخلاص 11 مرة، 11 فتكتب له حسنات كعد القبور أو كعدد القبور. مفهوم؟ لا. فهمت؟ لا. فهذا من الصواب. وعلى كل حال هناك أحاديث بالنسبة إلى الأسناد كما قلنا، هناك شيء وهو شيء أساسي، الحديث حديث وإن كان ضعيفا. هل لنا نطرح الحديث الضعيف أو نتركه؟ فلماذا نقول له أنه حديث؟ وأما ضعف الحديث وصحته هو من الناحية العلمية، هو من الناحية العلمية. ثم الضعف قد يكون لأجل كذا ولأجل كذا ولأجل كذا. هذه السنة كلها قد مرت في دراية الرواية ونحن نبحث عن، فالحديث حديث، الحديث. وأما البحث عن السند فهو من الناحية العلمية. وكما قلت لك إن كثيرا من الأمور في صحة الحديث وضعف الحديث يبتني على أي؟ على تحقيق العلماء واجتهاداتهم، تحقيق العلماء واجتهاداتهم. وإذا ما اخترت مايند مفهوم، فإنك تؤول كل حديث يخالف مايند سيتك. أهمت أم لا؟ فلا بد وأن ننظر بكل الإخلاص في الأحاديث ماذا يقول هذا الحديث. فهمت؟ فعلى كل حال، فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جرى الرسم أن الحجاج إذا فرغوا من مناسكهم وقفلوا عن المسجد الحرام، قفلوا من القفلة يقول القوافل، وقفلوا عن المسجد الحرام قصدوا المدينة زائرين قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لك إنهم يقولون نحن نذهب إلى المدينة بنية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن صلاة في ذاك المسجد تعدل بألف صلاة، تعدل بألف صلاة. أو ما كنت في مكة؟ نعم كنت في مكة. والصلاة في المسجد الحرام تعدل بأيش؟ بمئة ألف صلاة. فلماذا تنقص أجرك وتذهب إلى المدينة؟ لا، إن في ناحية زينك أنك تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت أم لا؟ فعلى كل حال، إذ هي من أفضل المندوبات والمستحبات، بل تقرب من درجة الواجبات، فإنه صلى الله عليه وسلم حرر عليها وبالغ في الندب أي الدعوة إليها، فقال: من وجد ساعة، هل تعلمت كتابا لتجديد السبكي رحمة الله عليه، شفاء السقام في زيارة خير الأنام، هل رأيته؟ كما قلت لك كان معاصرين هو والشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه في زيارة خير الأنام. لما أنكر ابن تيمية رحمة الله عليه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسبه، كتب هذا الكتاب ردا عليه، شفاء السقام. كلاهما عالمان كبيران، مفهوم؟ ويكون للعالم الكبير تفرد، للطالب المثلي لا يكون له تفرد. لا 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 نعلم شيئا ولا نعرف، فماذا نتفرد به؟ مفهوم؟ ليس فينا صلاحية الاجتهاد. وعلى كل حال فهؤلاء العلماء إن كانت لهم تفردات، ونحن نقول هذا تفرد حتى ونقول بالنسبة إلى مشايخنا، مفهوم؟ نحن نقول في التفسير شيخنا كان شيخا كبيرا ولكن هذا تفرده، هل لا نأخذ به، هذا تفرده فلا نأخذ به. وعلى كل حال شفاء السقام في زيارة خير الأنام، فواحد من تلاميذه هو كتب ردا على السبكي الصارم المنكي
على عنق السبوكي. موجود نعم الصارم المنكي على عنق السبوكي. ولكن مع جميع هذا نحن نحترمهما، هما عالمان كبيران، مفهوم؟ وكل ما يخالف مسلكنا حسب تحقيقنا وتحقيق مشايخنا، مفهوم؟ فنحن نقول هذا تفرده. هذا ولكن القول بتفرد عالم من العلماء ليس المراد به رد هذا العالم، ليس به رد هذا العالم، فقط ذكر أن هذا تفرين، أن هذا رأيه، أنه تفرد به، لم يأخذ به أحد، مفهوم؟ فعلى كل حال، فإنه حرض عليه بالا من نبيه، فقال من وجد ساعة ولم يذرني فقد جفاني. وشيخنا فسر هذا الحديث فقال الجفاء هو أعلى من الظلم. فقلت أين؟ فقال الظلم هو معروف، ولكن الجفاء يكون من جانب الحبيب إلى الحبيب، مفهوم؟ مفهوم؟ وضد الوفاء، الجفاء هو ضد الوفاء، وفاء المحبوب مع العاشق، مفهوم؟ وجفاؤه مع العاشق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا حبيبك وأنت حبيبي، لماذا لم تذرني؟ فقد جفاني كجفاء المحبوب إلى العاشق، مفهوم؟ كذرم المحبوب إلى العاشق. لكن لا يمكن أن يكون يقول أحد مثلا أن هذا الحديث في حياته صلى الله عليه وسلم، ليس على دخل بزيارة قبل. انتظر. وقوله قال عليه الصلاة والسلام من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهمت؟ شرح الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. من زارني بعد، ولأجزة نحن نقول هناك ولم يخالف فيه ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم كذلك، إذا ما نقف أمام قبر النبي فنحن نقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ولا نقول الصلاة والسلام على رسول الله، نحن نقول الصلاة والسلام عليك يا رسول، وهذا يدل على حياته في قبره، على حياته في قبره. فكما قلت لك إن الحياة أربعة أنواع، فالحياة في بطن الأم هو أضعف من حياة ذاك الرجل في هذا الخارج في الدنيا، وحياته من الدنيا هو أضعف بالنسبة إلى حياته في قبره، وحياته في قبره هو أضعف من حياته في الآخرة. فهذا ارتقاء نيتري ريفولوشنري، نيتري ريفولوشنري. فعلى كل حال، وقد قرأت كتابا بالنسبة إلى بلاك هولز، بالنسبة إلى بلاك هولز ديت before black hole there is a point when anybody is passing that point, yes, disappears, and that is there to this part of the world which is before this that event, got it? So to them that, but they say that the same body that was a living entity when it crossed over, so the black hole sucked it because of its gravity, because of its gravity. But inside the black hole, it has a different type of life. It has a different type of life. So to this side of the event, he is dead. But to that side, he is alive. And they said, he is out of space, but he is not out of time. Space and time. He said, out of space, but not out of time. Now he is living in the world of time, there inside the black hole. I was applying their scientific thing to this. They, to this part of the world, they are dead. But to that part of the world, got it? I am a scientist also. Because sometimes they studied it. Yes. Manzara Vipadam. But I can, as you know, that I am keen of studying. So study it, study it. Alhamdulillah. I am addicted to study. And I study everything. If that is the kufr, I study it. If let me see it. Sometimes back in our area, for religious people, it was looking very bad to go to theater and to see movie. To see, still, that is considered very bad for religious people. Yes, to go and to see. So one alim, he was known in the area, but once he went to the theater and he liked the movie, when the movie was done and people were coming out, so that is close to bus stand. So people from his own village, they were standing there for bus. So when he came out and they saw him, but he was very clever.
that now they were going to propagate that Sheikh was there in movie and he was watching movie and that's a bad propaganda. He said, today purposely I came here to see that what khabasat is going on because I want to talk on this khabasat next Juma. Got it? So من دار لي بعد وماتي فكان ما دار لي في حياتي لا غير ذلك من الحديث. ثم لما رأيت أكثر الناس غافلين عن آدابها ومستحباتها جاهلين بفروعها وجزئياتها أحببت أن أذكر فيها فصلا عقب المناسك من هذا الكتاب أذكر فيه نبذ من الآداب فأقول ينبغي لمن قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة عليه فقد جاء في الحديث أنه يبلغه ويصل إليه رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته رواه الترمذي من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته ولأجل ذلك في منطقتنا هناك تبقى من العلماء ولكنهم يقفون في مساجدهم ويقولون الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مفهوم؟ وهذا المسلك من العلماء هم علماء ومقتدين وهذا المسلك من العلماء ينسب إلى مدرسة في راي بريلي في الهند فنحن نعبر عنهم بالبريلية سمعت بهذا مفهوم؟ وفي مقابلة نحن الديوبندية مفهوم؟ فسألني واحد في إلى محاضرتي أرسل رقعة كتب فيها هل يجوز هنا أن نقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أم لا يجوز لأن هي للخطاب والخطاب للحاضر لمن يسمع فهل يجوز أن نقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله فقلت هذا جائز للديوبنديين ولا يجوز للبريلويين فالناس ينظرون فإنه قال جائز للديوبنديين ولا يجوز للبريلويين فجاءت ومشيت في محاضرتي فجاءت رقعة أخرى ما فهمنا لا يجوز للديوبنديين ولا يجوز فقلت إن هذا يبتني على العقيدة فإن البريلويين إنهم يعتقدون النبي صلى الله عليه وسلم حاضر ونازل في كل مكان في سائر العالم هو حاضر ونازل فإذا ما نقول هنا في منطقتنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هو حاضر هنا ونازل إلينا ويسمعنا وأما نحن فلا نعتقد كذلك نحن نقول هو حي بالحياة البرزخية في قبره الشريف وهو ليس بحاضر ونازل هنا فإذا ما نقول نحن فنحن نقول إن الملك سوف يأخذ كلامنا هذا ويوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما هؤلاء فإنهم يدعونهم إلى منطقتهم يستعد إلينا حتى نسبي عليك الناس ضحكوا فقلت لهم لا تقاتلوا ولا تباحثوا في مثل هذه المباحث مفهوم؟ كنت سأسألك عن هذا السؤال عن التشهد أنا قرأت فيه أقوال أنه من الأفضل أن يقول السلام عليك أيها النبي بدل السلام على النبي لا 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 ما أمر الله هذا كما نقل هذا كما كان نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولوا السلام عليك يعني. لا لا في التشهد لم يقل أي أحد السلام عليك على النبي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته هناك تشهدان تشهد ابن مسعود تشهد ابن عباس نحن نقرأ تشهد ابن مسعود مفهوم وبقية الأئمة إنما يقرؤون تشهد ابن عباس تقريبا في بعض الكلمات هناك فرق ولكن تشهد ولكن السلام عليك السلام بكلمتي مفهوم على كل حال الذين يعني يقلدون ابن تيمية رحمه الله فإن يقولون إن هذا يا في أيها النبي أو أيها السلام عليك أيها النبي فهم يقولون هذا حكاية ليس للنداء فعلى كل حال ينبغي سؤال أخي طيب في هذا ما صحة الحديث الذي يقول أن هذا كان خطاب بين رب العزة والرسول صلى الله عليه وسلم هكذا نقل في الروايات مفهوم؟ لا يعني هو حديث أما بالنسبة إلى السند فبرد أخرى نفس المسألة من الناحية العلمية ينبغي لمن قصد زيارته فإذا عاين حيطان المدينة يصلي عليه ويقول اللهم هذا حرم نبي فجعله وقاية حفاظة لي من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب
ويغتسل قبل الدخول أو بعده إن أمكن، يعني قبل الدخول إلى المدينة أو بعد الدخول إلى المدينة لكي يزور النبي صلى الله عليه وسلم مغتسلا متطيبا، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، فهو أقرب للتعظيم، ويدخلها متواضعا عليه السكينة والوقار، يعني عليه أن يمشي بالسكينة والوقار احتراما وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بسم الله على ملة رسول الله، وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، واغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك وفضلك. ثم يدخل المسجد فيصلي عند منبره ركعتين. يعني زرت المدينه. نعم. فالامام كان يقف في محراب هناك. في محراب هناك في توصيع عثمان رضي الله تعالى عنه. مفهوم؟ وأما منبر الرسول ومحرابه فهو في الخلف. مفهوم؟ والآن this MBS أو الشيخ MBS yes he brought imam back to the محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسيع عثمان رضي الله في الجزائريين. والآن يعني إذا ما لم تكن هناك زحمة وإلا فقبل ذلك إنهم لا يعني يهملونك حتى تقف هناك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يا حاج ولكن في الصلاة ذهبنا فلا تكون هناك زحمة، وكنا واقفين هناك لأكثر من 30 دقائق ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لأن الناس اللي يكونوا موجودين هناك لأن هذا الموضع الآن ليس للصلاة. هذا جيد. فالآن أخروا الى محراب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام يدوم محراب النبي هذه السنة بدأوا. فسألته يعني بعض الإخوة هناك فقال إن الشيخ عبد الرحمن الحذيفي والعلماء الآخرون إنهم سألوه لو كان بإمكانك أن تفعل هكذا يكون سهلا على الناس حتى يزور النبي صلى الله عليه وسلم. ف he's a time prince. ثم يدخل المسجد ويصلي عند منبره ركعتين، يقف بحيث يكون عمود المنبر بحذاء منكبه الأيمن. فهم؟ فهو موقفه صلى الله عليه وسلم وهو بين قبره ومنبره. قال عليه الصلاة والسلام: بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. الله عز وجل قال: إنا أعطيناك الكوثر. فالكوثر قد فسر العلماء الحوض الكوثر أو نهر الكوثر، وقد فسر العلماء بالخير الكثير الكوثر بمعنى الخير الكثير، وقالوا والمراد به القرآن الكريم. إن أعطيناك الكوثر أي القرآن الكريم، الكوثر أحد أسماء القرآن. مفهوم؟ فعلى كل حال ومنبري على حوضي، منبري على حوضي إما معناه إن منبري هذا هو منبع العلوم. من هنا يعني العلم تنشر، وقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منبع العلم ومنبري على حوضي، إيه على حوض العلم. مفهوم؟ وأنا أجلس على ذاك المنبر وأعطيكم العلم، أو معناه ومنبري على حوضي، كما جاء في الحديث إن رياض الجنة يكون جزءا من الجنة. إن رياض الجنة هي منطقة الجنة ويكون في الجنة، فمعنى ذلك إن هذا هو مركز حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. الحوض يكون في عن موضع هناك منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذه تأويلات، ومنبري على حوضي. طيب ماذا عن الجزء الأول يعني روضة من رياض الجنة؟ هذا ما قلت لك إن هذه المنطقة تكون حصة من الجنة، كما جاء في الحديث بالنسبة إلى أحد وأبي قبيس هما جبلان من جبالها من جبال الجنة. وقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن أراضي المساجد تكون في الجنة. ثم العلماء إنهم فسروا كل المساجد التي يصلى فيها أو المساجد الوقف. فبعض العلماء إنهم قالوا كل المساجد سواء كان وقفا أو كان مملوكا، سواء كان وقفا للمسلمين أو كان مملوكا لأحد، لأن المسجد مسجد. وبعض العلماء يقولون لا، المسجد الوقف يكون حصة من الجنة. طيب يجوز أن يكون المسجد مملوكا ولا يكون وقفا؟ لا، المساجد قد تكون مملوكة. فهمت أم لا؟
أنا هذا المسجد نحن نصلي فيه وليس الوقف. لكن هذا يعتبر مصلى وليس مسجد. ليس في شريعة لا يوجد المصلى والمسجد. أليس هناك فروق في التشريعات وفي لا لا في التشريعات ليس هناك أي فروق بين المصلى والمسجد. موضوع تحية المسجد وهذه الأمور. لا 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 ليس هناك أي فرق في الشريعة بين المصلى والمسجد. المسجد مسجد مفهوم؟ فعندهم لا، فقط المسألة أي المساجد يجوز فيه الاعتكاف؟ مفهوم؟ فيقول الأئمة الثلاثة كل مسجد يصلى فيه صلاة الجمعة، ويقول أبو حنيفة كل مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس وإن لم تصلى فيه صلاة الجمعة، فيجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد ويذهب إلى المسجد الجامع. فعلى كل حال ثم ينهز فيتأصل ويسجد شكر الله تعالى على ما وفقه ويدعو ما يحب، ثم ينهز يعني يقف فيتوجه إلى قبره صلى الله عليه وسلم، فيقف عند رأسه صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبلة، يدنو منه قدر ثلاثة أذرع أو أربعة، وهذا هو الزراعة. لكن إذا كنت مستقبلا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ستكون مستقبلا للقبلة. نعم. طيب لكن هنا يقول نعم إن هذا مستقبل، فيقف عند رأسه مستقبلا للقبلة، يعني هذا هو الطريق المصنوع. يدنو منه قدر ثلاثة أذرع أو أربعة. كان أبو حنيفة رحمه الله عليه يقف قدر أربعة أذرع، فقال له أبو يوسف أولا ندنو من قبره الشريف، أولا ندنو من قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حنيفة تستطيع أن تدنو منه واستحي من ذنوبه. فأبو يوسف إنه بكى، هذا الشيخ الذي يقف صغيرا الليل في العبادات ولا يرتكب المباحات حتى فضلاً عن المكروهات، ويقول أنا أستحي عن ذنوبي. في ذلك الزمن كانت فقط جدران الغرفة. نعم جدران الغرفة. هذا نظام. ونحن تابعون للنظام. لأن لو ما تابعنا النظام فإذا اختلت الأمور كلها. ولا يدنو منه أكثر من ذلك. ولأجل ذلك ما دام يكون في الحاجة وبعض الأوقات هذه الشرطة والأخوان الآخرون إنهم يغضبون. والحجاج فقلت لهم لا، هذا نظامهم وعلينا أن نتبع نظامهم، وإلا فتكون لهم المشكلة ولنا المشكلة. ولا يدنو منه أكثر من ذلك، ولا يزعم. كان واحد من مشايخنا يقول والله سبحانه وتعالى we need some shards of عقل، so I have two shards for myself and one for everyone because people do not have عقل. ولا يزرع يده على جدار التربة فهو أهيب وأعظم من الحرمة. يعني ماذا يقصد جدار التربة؟ القبر الشريف. القبر الشريف ويقف كما يقف في الصلاة ويمثل صورته الكريمة البهية كأنه نائم في لحاله عالم به يسمع كلامه. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته. الحديث الذي رويته لك عن الترمذي ومن صلى علي نائم أبلغته. تمام الحديث ومن صلى علي نائم أبلغته. وفي الخبر أنه وكل بقبره ملك يبلغه أو يبلغه سلام من سلم عليه من أمته، ويقول يعني هذا الزائر يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا شفيع الأمة، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا مزمل، السلام عليك يا مدثر، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، جزاك الله عنا أفضل ما جزاء نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، أشهد أنك بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وأوضحت الحجة وجهدت في سبيل الله وقاتلت على دين الله حتى أتاك اليقين أي الموت، أو حتى أتاك اليقين أنك قد بلغت الرسالة ونصحت الأمة. ولأجل ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في حديث الوداع ألا هل بلغت؟ قالوا بلى. قال اللهم فاشهد، فصلى الله على روحك وجسدك وقبرك صلاة دائمة إلى يوم الدين. يا رسول الله نحن وفدك وزوار قبرك، جئناك من بلاد شاسعة ونواحي بعيدة.
قاصدين قضاء حقك، يعني هذا من حقك علينا أن نزورك، قاصدين قضاء حقك والنظر إلى مآثرك والقيام بزيارتك والاستشفاع بك إلى ربنا، فإن الخطايا قد قسمت ظهورنا، كسرت ظهورنا، والأوزار قد أسقلت كواهلنا، الكاهد the best، وأنت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة والمقام المحمود. وقد قال الله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد نقل ابن كثير رحمة الله عليه تحت هذه الآية قصة بديعة، هل رأيتها أو نظرت فيها؟ وهي قصة أعرابي. إن أعرابيا يقول شيخ من المشايخ الكبار: إن كنت جالسا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي ووقف إلى قبره فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قد أزنت ظلوما كثيرة، وقد قال فيك الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإنك حي في قبرك الشريف وفي رحلك الشريف، وأنا جئت إليك لكي تشفع لي أمام ربي عز وجل حتى يغفر لي ذنوبي، حتى يغفر لي ذنوبي. وهناك أشعار مكتوبة على فنس أنس الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاب من طيبهن القاع والأكام، فطاب من طيبهن نفس الفداء لقبر أنت ساكنه. هذه أشعار ذاك العربي، هذه الأشعار ذاك العربي الذي نقل عنه ابن كثير رحمة الله عليه، نقل قصة عن بعض المشايخ، فإنه قال: نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. If your body and your bones are touching the ground, so that's why القاع والأكم طاب من طيب أعظمك. يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. And ثم ذهب. لك العربي؟ ذهب. وهذا الشيخ يقول: فنمت جالسا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي: يا فلان، ألحق الأعرابي وبشره بأن الله قد غفر له ذنوبه. فهمت الله؟ وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين ذنوبنا فاشفع لنا إلى ربك. فمعنى ذلك إن الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه خالف الشيخ ابن تيمية، لأن لكل عالم، يعني العالم ليس المكلف أن يتبع شيخه في جميع الأمور. فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن يميتنا على سنتك وأن يحشرنا في زمرتك وأن يوردنا حوضك وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا نادمين. الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، يقولها الصلاة، الشفاعة الشفاعة الشفاعة، نطلب الشفاعة، نطلب الشفاعة، نطلب الشفاعة. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويبلغه أو يبلغه سلام من أوصاه، لأن الناس إذا ما يذهبون إلى الحج فإخوان يقولون سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان. وقال عالم، يعني ما هذا يسلم من قبلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جاهل؟ فقلت له: أي شيء فيه حرام؟ فقلت له: أولا نبلغ سلام الأحياء إلى الأحياء؟ مفهوم؟ يعني يذهب الشيخ محمد إلى ساكرامنتو فنقول له: سلم على الشيخ عبد الرحمن، ويسلم عليه مثلا كان يسلم عليه. فقلت له: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره. فقال: الحي في النار، الحياة البرزخية للأنبياء، للنبي صلى الله عليه وسلم، مدام قال: ومن صلى علي، من صلى علي إلى قبري سمعته من صلى علي نيا أبلغته. فقال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: أو تبلغ إليك صلاتنا وقد بليت؟ بلى يبلي وقد بليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد رأينا الأولياء سالمين أجسادهم في قبورهم بعد مئات من السنين، بعد مئات من السنين. كان في
بلدنا. نحن نعتقد بالبشتون وهم يعتقدون في أشعاري مثل مولانا جلال الدين رومي في الفارسية. فبالبشتوية البشتون يعتقدون في شعر بابا عبد الرحمن، يقول له احترام بابا عبد الرحمن إن قبره قد فتحت بعد 400 سنة. كان صار وإلى الآن كان موجودا في حياتي. مفهوم؟ وكان ملائما جسده كأنه قد مات حينئذ. مفهوم؟ هذا ما رآه مشايخنا. فعلى كل حال وقال في شعر من أشعاره كي أمانات بدل هاتم يسكبروتي سوكي أوسي أمانات بدي دنيا هو will never cut a piece of his body with zamb in this world. The dirt of cover will not eat up his body. He said that is we are cutting our body with zanub here. That's why the dirt is eating us. فعلى كل حال السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان يستشفع بك إلى ربك فاشفع له ويجيب عند المسلمين ثم يقف عند وجهي مستدبر القبلة ويصلي الآن مستدبر القبلة ويصلي عليه ما شاء. وفي هذه السنة رأيت شيئا آخر قبل هذا إذا ما كنت ترفع يديك أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الشرطة يقول والآن لا يقولون كذلك تتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عرفوا أن الناس لا يسألونه يسألون الله عز وجل ولكن مستقبلين قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ما يستشفعون به فأي حرام وأي شبه في هذا فقط التوهم أنهم يسألونه أن يفعل له كذا وكذا ممكن يقولونه درء من المفسد وأقول لك شيء قد كتبت في كتابي في أصول الفقه صد زرايع هذه ليس أصل من الأصول عند الحنفية مفهوم؟ ولأجل ذا يجوز بيع العنب لمن يعصره ويتخذ حمرا عند الحنفية. أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول بعد ما اشترى العنب يفعل به ما يشاء ليس لنا أي شأن حتى نفتش عن كل واحد ماذا تفعل بهذا العنب وبذاك العنب وبذاك العنب إذا كان معروفا يكون مكروها إذا كان معروفا لم يكن معروفا إذا صرح به آخذ عنك وأشتري عنك هذا العنب لأتخذه خمرا فأقول أبو حنيفة البيع جائز البيع منعقد ليجلي البيع منعقد ولكن هذا حمر المكروه مفهوم سوف إن شاء الله تدرس الفقه فتعرف في جميع هذه الأشياء وهذا ما يقول الفساد إذا كان في صلب العقد فهذا فساد قانوني وإذا كان من خارج العقد فهذا يفيد الكراهة قد تكون كراهة تنزيهية وقد تكون كراهة تحريمية فمعنى ذلك إن العقد منعقد ولكنه أذنب إن العقد منعقد ولكنه أذنب فسألني واحد عالم في الدرس شيخ لا أفهم إن العقد منعقد ولكنه ارتكب ذنبا فقلت له إذا زنى أحد بامرأة إن المرأة تحمل ولكنه أذنب ذنبا فقال يا سبحان الله فهمت لكن أليس هذا هو ما عند الجمهور أيضا أنه يعني أنه لا يفسخون العقد لكن يقول عند مالك والشافعي رحمة الله عليه لا ينعقد العقد حتى وقياسا على الآية إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاصعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا ما باع أبي اشترى بعد أذان الجمعة لا نعقد العقد عند الجمهور وينعقد عند أبي حنيفة رحمة الله عليه يقولون له لا شأن لهذا بصلب العقد يكون العقد منعقدا إذا صدر من أهله في محله إذا صدر من أهله في محله والمحل هو المبيع والأهل هو العاقل مفهوم؟ العاقل صدر عنه العقد في محل أي في المبيع نعقد العقد تفضل مفهوم؟ هذا شيء آخر إن بعد صلاة الجمعة وقد قال الله عز وجل إذا نودي صلاة يوم الجمعة فاصعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فعليه يستغفر الله عز وجل لأنه ارتكب ذنبا
الشيخ محمد أنا أقول لك هذا البابا هو بابا ها كلهم رحمهم الله ويتحول قدر ذراع حتى يحاذي رأس الصديق رضي الله عنه يقول السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار السلام عليك يا رفيقه في أسفار السلام عليك يا أمين وعلى الأسرار جزاك الله عنا أفضل ما جاز إماما عن أمة نبيه ولقد خلفته بأحسن خلفه كان أحسن خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال شيخ يعني الآن يعني إذا نستطيع رؤية القبر مثلا القبور في الداخل ولكن القبر داخل الفرنس نعم وهناك هول نعم وقد كتبوا عن الفرنس موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الآن مكتوب عليه قبر النبي قبر أبو بكر الصديق قبر عمر رضي الله عنه وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك وقاتلت أهل الردة والبدع ومهدت الإسلام ووصلت الأرحام ولم تزل قائلا الحق ناصرا لأهلي حتى أتاك اليقين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أمتنا على حبي ولا تخير سعينا في زيارة برحمتك يا كريم ثم يتحول حتى يحاذي قبر عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك أمير المؤمنين السلام عليك يا مظهر الإسلام السلام عليك يا مكسر الأصنام جزاك الله عنا أفضل الجزاء ورضي عمن استخلفك ولقد نصرت الإسلام والمسلمين حيا وميتا فكفلت الإيتام ووصلت الأرحام وقوي بك الإسلام وكنت للمسلمين إماما مرضية وهادية مهدية جمعت شملهم وأغنيت فقيرهم وجبرت كسرهم فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته ثم يرجع قد نمس في ذراعي فيقول السلام عليكم يا دجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين له على القيام في الدين والقائمين بعده بمصالح المسلمين جزاكم الله أحسن الجزاء جئناكما نتوصل بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا ويسأل ربنا أن يقبل سعينا ويحيينا على ملته ويميتنا عليها ويحشرنا على زمر في زمرته ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين. طيب سؤال يا شيخ. يعني مثلا ذكرت في القول عن زيارة الحرم المدني بعد المكي بأنه أقل مرتبة ما إلى ذلك. فطيب إذا سأل إنسان مثلا أنك الآن استشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا تستشفع بالصحيحين إذا استشفعت برسول الله؟ قلت استشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. استشفعت؟ مباشرة برسول الله صلى الله عليه وسلم فكثيرا ما الحاكم the governor in Sacramento does not listen to you then you ask Aziz Rahman that you have a good relation with the governor please if you can forward my application ثم يقف عند رأسي نعم ثم يقف عند رأسي كالأولى ويقول اللهم إنك قلت وقولك الحق ولو أنهم يظلمون أنفسهم جاءوك الآية وقد جئناك سامعين قولك طاعين امرك مستشفعين بنبيك اليه ربنا اغفر لنا اخوانا الذين سبقونا بايمان الايه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون الايه الاخر السوره والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويزيد في ذلك في الايات ما شاء وينقص ما شاء ويقول ما يحضر من الدعاء ويوفق له ان شاء الله تعالى ثم ياتي اسطوانه ابي لبابا مكتوب عليها اسطوانه ابي لبابا رأيتها التي ربط بها ربط نفسه فيها تعرف القصه ان ابي لبابا ربط بها نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما راه فقالوا ما حدث لابي لبابا فقال انه قال لليهود تنزلون فقال اني خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه جاء وربط نفسه بها فكانت امراته تاتي اليه فتحله للصلاة وللأكل ثم تشده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاء إلي مباشرة لاستغفرت له الله عز وجل ولكن الآن هو قد اختار هذا فننتظر الوحي مفهوم؟ فلما جاء الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبشر يا أبا لبابة حتى تاب الله عليه وهي بين القبر والمنبر ويصلي ركعتين ويتوب إلى الله تعالى ويدعو ما شاء ثم يأتي الروضة وهي كالحوض المربع وفيها يصلي أو فيها يصلى أمام الموضع اليوم إن الناس يقفون هناك ويصلون فيصلي فيها ما تيسر له ولكن في الحج لا يمكن أن تدخل هناك الذين يدخلون فإنما يجلسون هناك ويصلون ألف ركعة
ولكن لابد أن يكون فيهم إيثار، صلي ركعتين واخرج. Place for other people to come inside. وعدوا أكثر من التسبيح والصناعة على الله تعالى والاستغفار. ثم يأتي المنبر فيزع يده على الرمانة. ليس هناك المنبر لكن هناك خشب مدور. هذه الرمانة. التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزع يده عليها. وذاك المنبر كان من الخشب والآمر ومن سيمنت. مفهمت؟ ولكن الرمانة موجودة. الرمانة السيمنت. Yes. يضع يده عليه إذا خطب لي يناله بركة الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويسأل الله ما شاء. هل احترقت احترق المنبر صلى الله عليه وسلم عندما في نار المدينة؟ نعم. ويتعوذ برحمته من سخطه وغضبه. ثم يأتي الأسطوانة الحنانة. كما تعرف يعني كانت خشبا النخل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكئ إليه ويكتب. ومتى ما ترك بغضب إلى المنبر فإن حنت مثل حنين الصبي. مثل بكى مثل حنين الصبي ونظر النبي صلى الله عليه وسلم فزنا فسكان. وهي التي فيها بقية الجزء الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين تركه وخطب على المنبر فنزل فاحتضنه فسكن. ويجتهد أن يحيي ليلة مدة مقامي بقراءة القرآن وذكر الله والدعاء عند المنبر والقبر وبينهما سرا وجهرا. الآن في أيام الحاجة إنهم لا يغلقون أبواب المساجد، أبواب المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحاجة فقط. ويستحب وفي رمضان كذلك. ويستحب أن يخرج بعد زيارة إلى البقيع فيأتي المشاهد والمزارات خصوصا قبر سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه. ولكن هو ليس في البقيع. ويزور في البقيع قبة العباس. الآن ليست هناك قبات. وفيها معه الحسن بن علي وزين العابدين وابن محمد الباقر وابن جعفر الصادق وفيه مر بن عثمان وفيه إبراهيم بن النبي وجماعة من أزواج النبي وعمته صفية وكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في مسجد فاطمة عنها في البقيع. ليست هناك مسجد الآن. ويستحب أن يزور شهداء أحد يوم الخميس. ويقول سلام عليكم ما صبرت فلن عوق الدار. سلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون. ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص. ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليها يوم السبت. كذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام ويدعو يا صريح المستصرخين يا غياث المستغيثين يا مفرج قلوب المكروبين يا مجيب دعوة المضطرين صلي على محمد وآله واكشف كربي وحزني كما كشفت عن رسولك حزنه وكربه في هذا المقام يا حنان يا منان يا كثير المعروف يا دائم الإحسان يا طيب زيارته يوم الخميس والسبت كانت بعد الحج وكانت عادته دائما صلى الله عليه وسلم. هل كانت عادته دائما صلى الله عليه وسلم؟ لا دائما كانت يسعى كثيرا ما حينما كان في المدينة كان يسعى بلا هناك في إلى قباء وإلى أحد كان يسعى. والسؤال عن مسألة أيضا من في القبور هل الجميع يسمع؟ هذه مسألة أخرى قد بحثنا عنها في التفسير وقد أوردنا الدلائل المثبتين والدلائل المنكرين إليهما وبعد ذلك قد قضيت فيها. إن بعض أموات بعض الناس في بعض الأوقات يسمع كلام بعض الناس وبعض أموات بعض الناس في بعض الأوقات لا يسمع كلام بعض الناس. فرق على الخلاف. هل لا علاقة بالتقوى أم لا علاقة؟ لا 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 تفضل.